أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. كلمات من الأدب العربي لخصت أحوال الأضرحة في مصر، ومن بينها ضريح سيدي الأربعين، أو هكذا تنطق إكراماً لذلك الولي التقي بحسب معتقدات أهل التصوف وطرقه المتعددة. فما حكاية الأربعين مغربياً الذين استوطنوا مصر وتركوا فيها علامات وكرامات؟ تحمل الأضرحة لدى المصريين مكانة خاصة وقيمة تقترب من القداسة، وهي عبارة عن مزارات تعلوها قباب تتعدد أسماؤها ما بين المزار أو المقام أو المشهد أو الضريح، لكنها تعطي دلالة واحدة على مكان يوجد فيه ولي من الأولياء صاحب كرامات تكاد تقترب من المعجزات، وفق صحيفة المصري اليوم. وبالنسبة لمقام سيدي الأربعين في السويس، فهو واحد من تلك الأضرحة لولي من الأولياء قدم إلى مصر من المغرب في إحدى رحلات الحج، وأصبح مقامه في مدينة السويس، ويزوره الناس طلباً للبركة والخير، ويحمل المقام مكانة كبيرة لدى المصريين، حيث يتم الاحتفال بمولد ذلك الولي كل عام، وله مكانة كبيرة باعتباره من الأولياء الأجانب الذين قدموا إلى البلاد. وللولي الأجنبي لدى أهل التصوف مكانة كبيرة عن الولي المحلي، وفق موقع رصيف 22. لكن السؤال الآن، إذا كان ذلك ضريحاً واحداً لولي واحد، فما سر تعدد الاحتفالات بأكثر من ولي يحمل ذات الاسم في مصر؟ فهل تكرر اسم ذلك الولي، أم أن وراء الأمر سراً كبيراً لم يتم كشفه حتى الآن؟ مع امتداد رحلة البحث عن سيدي الأربعين، أصبح الأمر لغزاً محيراً أمام الباحثين، حتى أن الشيخ الأربعين أصبح الغامض المجهول أمامهم، فالأضرحة التي تحمل اسمه تتعدد بين القرى والنجوع المترامية في صحراء مصر. بينما تذهب بعض الروايات الخاضعة للبحث أن الأربعين هم أربعون ولياً قدموا على أحد أقطاب الصوفية في مصر، وأنهم قد تفرقوا في البلاد، فحينما كان أحدهم يرحل عن الدنيا يكون مدفنه مقاماً يحمل اسم الأربعين، ذلك وفق صحيفة الأهرام المصرية. تشير تسمية الأربعين إلى أربعين ولياً قدموا من المغرب العربي إلى مصر في رحلتهم لأداء مناسك الحج، وبسبب أزمة صحية مفاجئة انتهت حياتهم فجأة، وتقرر إقامة ضريح لهم في حي السويس. ومن بعد ذلك تعددت الأضرحة التي تحمل نفس الاسم في مصر، بينما تتعدد أنواع الأضرحة ما بين أضرحة صريحة بها الأولياء، وأخرى يكون وجودها لدلالة رمزية ترتبط بقيمة الولي الصوفي ومكانته لدى الزائرين. ولو اختلف الباحثون أو أجمعوا بشأن كرامات الأولياء الأربعين، يبقى واقع المصريين على الأرض شاهداً على استمرار التبرك بهم، فإليها تذهب العائلات لقضاء بعض الوقت نهاراً ونذر النذور، وفق صحيفة البيان. وهناك من يظن بأن تلك الأضرحة مصدر الخير لطالب الذرية أو اختيار الزوج، ومكان يستحب فيه الدعاء، ناهيك عن حجم أموال كبيرة من النذور قد تصل إلى الملايين يدفعها أصحاب الحاجات.